السلام عليكم ورحمة الله، مرة ثانية من أول وجديد نرجع لكم من سيتي سكاي لاين ماسترازت. آخر مرة سوينا هي مدينة الأوبرا، هاي شوفوا وين وصلت. والله حلوة المدينة صراحة، بس في كم شغلة مش عايبتني. شو رأيكم نعدلها؟ أنا هذا المكان أبدا مش عايبني ولا هذا المكان، ومحتاج خط هاي واي جديد يدخل على أساس نسوي مدن جديدة. بس ابى اسوي مدن، المدن تمر من تحت الهاي واي. خلاص ما بقى هاي واي في الوسط وتلعوز وغيره. بس بنبدا تجربة على هذا صراحة. ابى احول التقاطع هذا، ايوه التقاطع شيء اساسي عندي، بس شكلها الصراحة مو بوكي. اللي كان متابع يعرف المدينة من فترة احنا قاعدين نشتغل عليها الحين. انزين خلينا نشوف، بحاول اصغر الدوار، ابى اسوي دوار صغير. زين شوفوا هذا مش اوكي، شوي اكثر 2. اوكي مش 100% دوار، لكن عادي صح، مو مشكلة، عادي عادي. أنا أحس إن أموره طيبة. زين ناخذها شوي يسار، ما بيرضى الصراحة شكله، ما بيرضى. أوكي شوفوا استوى أحسن وايد. بتقولون الحين كيف بنزله صح؟ هاروكم كيف بنزله. ما عليكم، بنرتب الحين، بنرتبه. لا هذا الحق مفروض يكون صوب ثاني، بالعكس يعني هذا رايح يكون قبل راد بعد. بس ما بغير الشارع كله الصراحة، ما بغير الشارع كله، متعايز بعد هذا كله اللي اني بعدل. قلت لكم متعايزه، خط سيدي. لحظة غلطت انا في القياس ولا كيف؟ زين انا عارف انه تحت عادي، مو مشكلة، مش اول مرة نطوف شي تحت شي، ترانا هذا عادي مسوينا قبل. هيك تعال بتركب ولا كيف؟ اوكي لازم نعيد شوي، صبر. فالحين هذا الهاي واي اللي راح يجيب فيه العيد، صدقوني بيجيب فيه العيد. انا هذا بيجيب فيه العيد 100%، بيجيب فيه العيد. شوف هذا واحد وشوي انا لكم عليه. لا 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 اوكي، لا اوكي هاي واي يمر تحت هاي واي. انزين الحين كيف الناس يطلعون فوق؟ ورقم واحد هذه اول فتحة، بس باخذ لها قياس اللي بيطلع الشارع هذا. واحد اللي بينزل من الشارع هذا، اثنين. والله مش 100% سيده، بس عندي اللي منو بيطلع من الشارع هذا للدوار، ثلاثة
منو بيطلع من هذا الشارع؟ لا ما نبغى، خلاص ما نبغى حد يطلع من الشارع ينزل هني، لأنه بيكمل. واحد طالع من هذا الشارع يبغى ينزل وين؟ أنا بخبركم، نجرب إذا يصير. ما يستوي. شو التصميم اللي كم عليه؟ صراحة ما ينفع أبدا أبدا، ما ينفع. بحاول أمشي على ما هو عليه، نحاول نمشي. كل العواميد بتجي في نص الشارع. انا لو سويت الدوار اكبر كان افضل، بس الحين والله كلهم ردوا من داخل. بس الحين اوكي، خلنا نشوف مجرى الشارع. ما اتصور انه بيكون ذاك الزود ممتاز. اللفة هاي مو زينة والله، حاطين لوحة بتروح على المدينة روح كذا، تروح على المدينة روح كذا. شوف، لا ماشي ماشي الهاي واي ماشي، بس اللفة هاي مش اوكي ابدا. اللفة هاي مش اوكي، لان لازم ياخذون زاوية حادة. على شوف الحين يمشون سيدة صح، بس اذا حد بيجي من هالشارع لازم يخف. اخر شي الحين بخليها، خليها الحين دام الناس قادر تطلع على الدوار هذا. ما اعرف كيف قادر يطلع، بس اوكي. الحين بجيب خط عام جديد من هني، عندي هني خط عام، بس بجيب شارع هاي واي لين هني. لحظة، شوف وضع الماي، عندي مشكلة في الماي. زين، بجيب ورا المطار بسوي مكان حق الماي، ولا اقول خلينا نسوي هني مكان شكله حلو الصراحة. ما الناس بتزعل يومين، نزلنا ماي جديد. واحد ثلاث أربع، نبني عنده دكاكين. الصوب الثاني مكاتب، عند الماي يبون عمال. وين بيب الماي؟ هذا بيب الماي، وصل للماي. نويز بلوشن، بس من وراء حشرة، ما من وراء شيء ثاني، عادي أموره طيبة. خلينا نشوف، يبقى كهرباء صراحة ولا اشتغل أموره طيبة. وصل له كهرباء من هالزاوية، فنان. سواء تغطية الماي في جانب المدينة هنا، يمكن حد بيشتغل هني قريب. ما نبي نمنع الناس تشتغل بعد عند الماي، خلهم يعيشون حياتهم. في طيارات رايحة راد ولا هني، يبغى تعديل المكان. بس صبر، خلنا نبني هالمدينة. حط محلات ودكاكين. ابا سوبر ماركت، سيد السوبر ماركت حلو. ابا سوبر ماركت هالمكان، هالمكان سوبر ماركت. بس قبل السوبر ماركت ما احس ان في زحمة كافية في المدينة. ليش ما اوصل هالمدينة في هاي المدينة؟ وصل هالمدينة في هاي المدينة. يعني أنا عندي شارع هني، أوكي حلو، بجيب الشارع العام. 8 سيدات بعد، أنا ب8 سيدات. سرعتها 50، سرعتها 60. خلني في هالشارع، نسوي جسر صغير هني، شو رأيكم؟ من ورا المطار دايركت. ما خربت على المطار؟ لا ما خربت على المطار. الحين لو حط عماير هني الطيارة بتدعمه ولا كيف؟ ابى اعرف باركن كم طيارة اصلا. طيارتين، انت ممكن احط شي و دعم الطيارة. هاي وين المدينة؟ هاي المفروض تكون امورها طيبة. عندنا موضوع زحمة هني، عندنا موضوع زبالة. زين ليش ما اشيل الزبايل هاي؟ الدم نوت امبتي يا حبيبي، يا حبيبي.
صبر، نحن مسوين يبنى ميجا ريسايكلينج تاور صح؟ شنو بنسوي في الميجا ريسايكلينج تاور؟ نحطيه مكان نبدأ ريسايكلينج فيه صح؟ ما في بلوشن حقه؟ لا ما في بلوشن حقه. ها طبعا تنزلونه من المود من الستور، تكلمت وياكم في الموضوع قبل. هذا راح يسوي بروسس وايد من الزبايد اللي هني. شوف كاباسيتي garbage truck capacity هالامور، ما في نويز بولوشن، ما في بولوشن. اوكي عندنا هنا المدينة احسها ميتة الصراحة، في شي هالشارع زحمة. شو كهرباء مقطوعة من هني ولا كيف؟ مش موصل. اوكي خلنا نوصل الكهرباء. نوصل الكهرباء هنا. الزحمة بين المدينتين الصراحة وايد، شايفت اني الزحمة هاي. كم عندنا استهلاك المي؟ شوف ووتر كونسبشن مليون شيء. هذا كم ينتج؟ اذا هذا بنزيد بمبات هناك مو مشكله، بس ابى النهر يرجع طبيعي، لان الحين اظني هايل قاعد يشفطون النهر كامل اصلا. من متى هم يشفطون النهر والنهر ما قاعد يمشي سبتهم هم؟ انا اتصور زين. مو عندنا مي مو مشكله، خلنا اوقف الجيم. صبر، حطي لكم مصانع جنب المصانع. ونوصلها بيبات. هالبيبات الحين الماي، كان الاول عندي مشكلة في الماي، قبل شي ماخذ النهر كامل، حتى النهر كامل تلعبت في امور ثانية. لحظة خلنا نشوف انتاج الماي وين بيوصل بعد هاي اللي اشتغلوا. يلا اشتغلوا ممكن، لان هدمت مصدر الماي الاساسي. ها 112، هذا كم؟ 120,000. والماي كله موصل في بعض المفروض. زين عندنا ووتر فارم هني. اوكي بينهم دكاكين اظني، خلنا نسوي ووتر فارم ثاني، لان يمكن المدينة يطول، هل يطلبون ماي؟ خلنا نشوف الجراوند بولوشن. ما عم بحط ماي مكان فيه تلوث. اوكي بحطيه هني بمت شارع من هني لين هني. لحظة خلنا نسوي دوار ماي. شو رأيكم دوار الماي؟ سوي دوار للماي بس. شوفوا انا بخبركم كيف، تقولوا لي كيف الحين عارف اصلا. سوي لكم دوار ماي، ترى ما حطيت سيدي 100%. خبركم تقولون ليش ما حطيت سيده. هذا دوار الماي بنسميه دوار الماي، حطيه هني يكون شكله اوكي. طلع من الشوارع، يمكن نمتد بعدين وبفتك من موضوع الماي. انا نزلت بس التناكي هاي بس على اساس من موضوع الماي، بس بفتك من موضوع الماي، لان موضوع الماي استوى موضوع مؤرق والنهر قاعد ينشف علي. بالعوز انا الصراحة. خلنا نشوف متى يشتغل. اشتغل في له كهرباء ولا؟ ايوه هذا هو الكلام، وصل له كهرباء دايركت. ما وصل له، عفوا ده وصلنا الكهرباء دايركت. ما قاعد يرفع انتاج الماء عندي. ها قالوا اي هذا المكان في ماء شغال عادي، بس رؤيهم هني في كهرباء مقطوعة عنهم مكان ولا كيف؟ وين انتاج الكهرباء قاعد يوصل؟
المفروض يوصلك المكان انتاج كهرباء. زين، ده هاي السالفة. بما ان عندي انا هايل، حطي لهم انتاج كهرباء هني عندهم. بعد حلوين هاي، ما فيها النويز بوليشن. اشتغلوا اشتغلوا يا بابا. يلا، ما قاعد يزيد انتاج المي، ما قاعد يزيد. ما قاعد يزيد انتاج المي عندي، مع اني زدته المفروض انه يزيد. درين كاباسيتي. اوكي، انا اظني غلطت غلطة كبيرة الصراحة، خلطت بين المي وغيره، سويت غلطة على اساس اني نزلت مي. مو مشكلة، برجع هاي مؤقتا. انكم يا اصدقائي، النهر قام يرجع، النهر قام يرجع نفس المكان. النهر رجع مكانه النهر، مش مشكلة، ما عليه. الحين برجع لنا ماي، بعدين بتفاهم. بنزل محطات تحلية ماي، انا نزلت شي ثاني ما بنزله، انا منزل سيوج بالغلط. سؤال يعني، هذا معناه هل اذا الغي هايل برتاح؟ مشكلة، حخليها بكون بنزل لكم ماي. ما اعرف ليش تهيالي نزلت مي. ما اعرف ليش تهيالي نزلت لكم مي، نزلت مجاري اخر شي. بس زين، هذا بعد ممتاز انه ما في تلوث، فعلى الاقل بنرتاح من شغلة التلوث شوي. بنلاقي حل للمي بعدين، ما بقضية صراحة المي. بس الحين اهم شي مدينتنا نرجع لها. مدينتنا تذكرون، بنينا فيها برج، بنينا فيها مطار، بنينا فيها دنيا، بنينا فيها كذا. الحين نتحكم مجاري، ووصلناها بين ذا هيك المدينة، والحين بوصل هاي المدينة بهاي المدينة، بوصل كل المدن في بعضها. يكون عنوان الحلقة شكلها توصيل المدن. خلنا نرفع الشارع شوي، مش عاجبني انا، ولا زال مش عاجبني. مش اوكي، اذا اسوي بالعكس. ارفعه في البداية، اوكي. الحين شكله مقبول، وعلى تقاطع افضل من يكون في نص الشارع. فهاي المدينة توصلت في وين؟ هاي المدينة بالشارع. الحين هاي المدينة لازم نوصلها في المدينة الثانية. خلاص، حان الحين الوقت نوصل المدن في بعض. استوى عندنا مجموعة مدن مش قادرين نوصلها في بعض، مش موصولات بالشارع. يعني شارع كبير، شارع حتى مش عام يعني، ترى على فكرة شارع قصير تشوفه. والله أحسن من أن الشارع ينزل لين تحت، يكون شكله قبيح. انزين، ها استوت المدن هاي مشبوكة في بعض صح؟ بعد شو المدن اللي نبي نشبكها في بعض؟ هاي أشبكها في هاي، بس هاي مسافة الصراحة، مسافة خرافية يعني، مش بسيطة. بس هاي المدينة روم اشبكها بعد في هذا الشارع. ترى انا اذا اجيب الشارع من هني، روم اطلع جسر من الجسر. هي المشكلة، اذا بنينا الشارع ضربة واحدة احس انه تأليف فقط.
وصلنا هذا اليسار وهذا اليسار، يعني اللي بيلف المدينة هاي من هيك المدينة يقدر. هاي في المستقبل المفروض كلها تستوي مدن واحدة، المفروض كلها تستوي مدن واحدة، بس عندي الحين مشكلة الزحمة الثانية اللي هي هاي مرة على الهاي واي. هاي اول مدينة بنيناها، مصلوا فاي بنفق ومصلوا بشارع ثاني، الحين وصل هاي هذا بهاي واي ثاني. شو رأيكم؟ هاي واي ثاني ولا نفق؟ ممكن نشتري بعد، ممكن اجيب نفق. اوكي ركزوا معي، لان عندي هني صناعية. زعلوا شوي، اوكي ما عليه زعلوا، بس احسن من المنفذ هالعالم متزاحم عليه، عم متزاحمين على مكان واحد. ليش؟ خلنا نعطيكم اكثر من مجال، خلنا نعطي مجال يستوي كروسنج بينهم. ها اساس لو حد يبي يلف يكون افضل. ممكن اسوي هنا دوار مركزي بعد على فكرة، يعني اللي بيطلع قام يلفون من الحين، او ممكن اهدم النفقين واسوي ون واي رايح ون واي راد. حتى هذا لو سويته ون واي رايح بتتم الزحمة. انزين خلنا نشوف الشوارع الجديدة. 8 سيدات، 8 شوارع، خلنا نحطيها حوالي المدينة. خليها شارع اساسي عادي، حتى لو بعض الشوارع استوت معه. خلنا نشوف الزحمة، اسمحوا لي البيوت تخلص من الزحمة. يجون شوارع فرعية، شوفوا 1 2 3 4، 1 2 3 4، شارع كبير والله، كبير كبير الصراحة، مبين الشارع هذا. هذا جميل شارع رئيسي داخل المدينة، بس في أماكن نفس هاي هنلاندفل. نعم قول لي شو مشكلتك. نعم ميليتري ميديكال هليباد، ميليتري هليباد، شو يسوي هذا بالضبط؟ سؤال ما يسوي شي بس جميل. تورنتو، ايوة هذا مركز شرطة شكله جميل، حطيه عند المدرسة. ما شاء الله وين غطى لين اخر الدنيا. في نسبة جرائم ثانية عندنا، نسبة الجرائم مش عالية. الصحة شوي عندي انا لكم عليها الصراحة، اخر شوي توصيل مدن ايجنسي patient capacity بس 100، اعطونا شي اكبر. ماشي ببني المستشفى هني. لحظة المستشفى هذا كم؟ ها 500 كباسيتي، هذا 10,000. جرين هوسبيتال كامبوس 750، ممتاز. جريف يارد ممتاز. فينرال هوم 8,000، هذا 8,000 هاي مطلوبة الحين. شوفوا ما عندهم جريف يارد، بس خلاص ما عاد يكفي القديم. 8,000 اظني بيكون، مش اظني على الاغلب بيكون ممتاز. في حد ما عنده تغطية هني؟ شوفوا تغطيات المدن هاي. اول شي خلي اسوي شي، هالمدينتين خلاص انا قررت هالمدينة راح تمتد لين هني، وراح يكون في مدينة ثانية هني، يعني شارع عام. خلي اسوي دوار هني ونبدل هالشارع، شو رايكم؟ انا احس ان هني مزحوم. لحظة وين مزحوم؟ هالزحمة من وين جاية؟
وين ان هذا مسوي الزحمة كامل. اوف هذا غير مقبول الصراحة. شوفوا الزحمة لين وين واقفة، زحمة وين واقفة، على شو، على هذا. الحل وياه، انا بخبركم، اول شي بوسع الشارع هذا من هني، شي خلنا نوسعه. اوكي نيو بلدنج، نيو بلدنج مو مشكلة، بس خلنا نوسع الشارع الحين. هاي واي فور لين ابجريد. خلنا نوسع الشارع العام اول شي، اساس الناس تقدر تتجاوز على الاقل. وثلاث شوارع الحين، نسوي اربع شوارع بدل ما متبهدلين العالم. ما علي زعل شوي مو مشكلة، عنا مشاكل عالمية نحن. هذا لازم، اذا هذا بعد ما حل شي من الموضوع هاي مصيبة ثانية. ما ظني بيحل حاليا، لازم نسوي شوي شغلات ثانية. حلو اني سويت الجسر هذا عالي، شوفوا. يمكن تقولكم في الحلقة هيك لازم نخلي مجال حق ابجريد مستقبل. شوفوا الفايدة الحين تبين، اكل اربع شوارع سرعة عالية. هاي وي انزين الحين، مو بحد انا ينزل هني دايركت، خلاص انا هاي سالفة تنزل هني دايركت ما ابغاها. هذا بكسره، اوكي حلو. والشارع هذا ببني من اول وجديد. وين الخط المايل؟ شيء ما خبير، بس شو ابغى اسوي اخبركم انا الحين. الشارع العام هذا شو اسوي فيه؟ بكسره، غيرت رأي، مو تكسره، بكسر الشارع العام خلاص. ما ابغى اسوي هاي واي جديد، انا اخبركم هاي واي جديد بالضبط تحت الهاي واي الجديد يمر. لا يمر، لا يمر، ايوه بس كان به هذا المطلوب. هذا الارتفاع اللي ببناه الحين، اما سالفة التقاطع والهاي واي، التقاطع ما راح تمشي ابدا، ما راح تمشي. هاي يسوي لي أزمة عالمية، بس واه بالعكس. لحظة، هذا الشارع العام الجديد اللي راح يمر من هنا. طبعا شارعين، البيوت بشبكهم بسوي لهم صناعية أساس الخدمات كلها توصل أسهل، بس سالفة اني انا الحين هسوي هاي الحركة ما راح تنفع. لازم نرفع الشارع خلاص، بس من وين برفعه هني سؤال. برفع من البداية مو مشكلة، ما بطول عليكم في الشوارع لان التوصيلات وتوصيل هالمدينة من المدن اللي كانوا متعبني اصلا من البداية. بما ان هني نحسب حساب مستقبلا مدن في المستقبل، هذا بشكله بيتغير كامل. اقولكم بكسره كامل، اوكي هذا كسرنا صح. ليش كسره وشارع ودنيا، خلي الدوار هذا
ايش بريس ايش هم يبنونه هذا ما ينفع، ما اقتنع فيه خلاص، لازم نسوي الحلول مالنا. اسمحوا لنا يا سيارات، اسمحوا لنا الصراحة، لكن طفح الكيل. سوي هني لحظة، ليش بنزل لنا اصلا سؤال؟ انا ابو شارع من ارتفاع هذا الشارع، هذا معناه اروم امرر من فوق باكر، اذا بعقبي بسوي شارع اروم اطوف من فوقه. كم 36 متر، مش 48، 36. اوكي بنلعب على 36. انزين 36 وميلان، دوار كبير شوي بيكون ان شاء الله. 20 مو بشي، ما عيبني. هني بالشارع هذا، هني 15، مش 15 صغير، 20 زاوية 90، 20 زاوية 90، عشرين زاوية 90، 20 19. بس اوكي هاي دوار الجديد. اوكي شوف الفرق الحين، هذا الدوار الجديد. طبعا هذا زين، المخرج والمدخل امورهم طيبة نفس ما ابوهم يعني. هذا سيدة، هذا الى شو، خلي يكون ميلان طبيعي، وهذا من هذا، هو مش وايد طبيعي الصراحة يعني، صراحة مش وايد طبيعي، بس انا بعتبره طبيعي لطول الشارع. وهذا كنا مر الشارع العام تحته، بس ما باينه الحين، الحين ما باينه، لان هذا بطلع منه في المستقبل. انا عندي بتكون عندي وايد مدن، بتكون عندي مدينة هني، مدينة هني، امتداد هني، بحتاج امد شوارع من تحتهم اصلا. لهذا السبب اللي انا قاعد ارفع الشوارع. شو الفايدة اني اخلي الشارع نفس ما هو؟ استفيد من اللحظة، هذا شكل امتداد ممتاز، وهذا مش 100%، لكن اذا ردينا في المستقبل هنا نروح نسوي لهم شو، امتدادات مستقبلية، مو مشكلة في المستقبل نروح نتفاهم معاهم. انت ثيرتي سكس صح؟ بشارع، شارع كبير اصلا، توسعته ما بتكون قريب. not enough money. يلا خلينا نشغل اللعبة يعني. شكلي بشل من اللعبة حاجز الفلوس، شكلي بشلها، لأن داشين على مشاريع كبيرة وقمنا نشتغل كبير، شغل كبير يبالي فلوس كتير. هذا واحد، اوكي هذا واحد، اثنين انت لازم تروح خلاص. لحين في شوارع مقطوعة هناك ترى، لا تنسون. خليكم حريصين شوي لان بيجي العيد.
إذا ما كنت حريص بيجيب العيد ويجيب اللي بعده بعد، بس شو راح بنزلها تحت عادي مو مشكلة، بس على الأقل هالمدينة هاي شو تكون؟ شوي، لأن هذا راح يكون مصيبة مصيبة. لحظة، قلنا هذا شارع ثاني بارتفاع 36 يمر من تحته. اوكي خليكم مركزين معي. وهذا لازم يكون في ميلان، ان شاء الله تضبط عادة، ان شاء الله تضبط، لان الصراحة الشارع صعب وطويل من الخاطر. يلا اوكي، ما احس انه صح الصراحة. نشوف تضبط ولا ما تضبط حاليا، ان الشارع هذا ارضه يعني. الشارع الحين سيده صح، لين وين؟ لين نفس العواميد اللي حاطين جنب بعض. ضبطوا؟ لا اخر شي ما ضبط، بس ابو مايل. اوكي مايل، الحين اقدر اطلع بعد دوار رابع. يا الزحمه هاي، يا الزحمه، الزحمه هاي مش طبيعيه. ممكن اسوي شيء ثاني بعد حق الزحمة، ممكن اسوي شارعين سيدة واسوي من داخل نفس الاكس على اساس اللي بيكمل الشارع. ليش اقولكم؟ خلا اراويكم، ممكن اجيب هذا نفس التقاطع، عقف التقاطع هذا، اجيب هذا التقاطع نفسه، عقف التقاطع هذا. فالمفروض اللي بيكمل سيدة الحين ما يستحي، خلاص كمل سيده. بس الحركة أفضل من أول وايد بتكون، ولا دوار بس أشوف سبب الزحمة اللي هناك عقب بعدين، ليش الناس توقف هناك. أوكي عندي مشكلة في الشارع أنا. أوكي سوري سوري سوري، سامحوني يا أصدقائي، أنا أقول ليش ما حد بيهني وأنا عاكس الشوارع وحاتر الله في شارع مفتوح من صوب. زين بنرجع لهناك بعد شوي، صبر بس مش سيدة والله، شوي لكم عليه الصراحة، شوي حبتين لكم عليه، بس ما حد قاعد يستعمل الطريق الفلوس الصراحة. شوفوا في ناس تستعمله. اوكي ممتاز، كلهم يبون يرجعون يعني ولا كيف؟ انا حطيتها شارع فقط للي بيختصر، يعني ما يكون هني يروح سيدة، واحد راح بس. زحمة كلها هني صح؟ زحمة وين واقفة؟ يو يا الزحمة
يا الزحمة، صبر. الحين ادخل، ما في حد يطلع مني، خلاص زحمة المنطقة هاي، جدا زحمة. هاي توصيل للمدن شغلتها شغلة، بس هل تستاهل ولا ما تستاهل ما اعرف. الحين بسوي الشارع بكبره حول المدينة ون وي، ما ابغى تو ويز، ابغى اوقف الزحمة، ابغى الناس تروح خط بعيد وترجع. الحين ليش الزحمة هاي كلها اصلا؟ هذا السؤال. بس هذا شو مترو ستيشن، انا حاط مترو هني، لحظة، ولا نحط لنا شارع ثمان سيدات؟ ها احد بيسألني خلود شارع ثمان سيدات مميبته، نزل من الشوارع بعد، نفس باقي اخوانا. الحين هني ما في زحمة، الزحمة كلها هني، ليش الناس ليش متزاحمة هني؟ انا ما بزحمة هاي يعني، ما با ما باها خير شر، ما باها، لان هاي موقف الشارع لين الشارع العام. شوفوا الشارع العام كامل واقف، حتى اللي بيكمل سيدة الحين يتزاحمون. خلنا نوقف اول شي اللعبة. اوكي بطلع شارع عام جديد، من وين؟ هذا بسيط لان نحن قطعنا الحين وصلة هني، فبارد اوصله فقط، مش اكثر، لا اكثر ولا اقل. يستوي؟ اذا استوى زين خير وبركة، اذا ما استوى بنجرب غيره. اوكي على الاقل مدخل ومخرج للناس من المدينة مؤقتا. مؤقتا مخرج ومدخل للناس من المدينة على اساس ان المدينة هاي تكون موصولة. بس الحين كسبت ميزة ثانية وايد مهمة، اللي هي هاي. شوفوا هذا الوصلة اللي راح تحل حلول كبيرة، راح تسوي ردي اكيوبايت، بس مش كل مكان. صبر انا بخبركم ليش، لان هني الحين مثلا اروم امد الشارع وين هني دايركت. انا ما باكسر كيبل الكهرباء، لحظة اقدر اسويها من غير ما اكسر كيبل كيبل الكهرباء، او نجيبه من ورا. ما بهذا الشارع انا اصلا، ولا بهذا، ما احتاج هذا كله. هذا الشارع كله، هالشارع لهالشارع. الحين هالاثنين توصلوا ببعض. الاول بس نفق كان الصغير، هذا مسوي زحمة على الشارع العام. الحين عندي زحمة زحمة هني، يا زحمة زحمة يا زحمة. اوكي دوار ثاني، دوار ثاني، خلاص كان به دوار فوق الارض، كسر الشارع هذا. اوكي سوي دوار، من مش دوار، دوار دوار دوار، بس طبعا لازم اشغل تول مال الدوار اول شي. دوار كل شوارع كبيرة، ايام التفاهم الشوارع الصغيرة ولت خلاص، ما منه فايدة الشوارع الصغيرة. يعني على 20 كبير، 12 ما يدخل في الوسط، يبي يوصلها غصب، يبي توصل غصب. زين بسوي جسر واسوي له مخارج لفوق الجسر يمشي، تقولون 12 12 على خط سيدة صوب الثاني، نسوي مربع هالمرة. لحظة one way. اوكي لحظة، وصلنا هذا في هذا، وصلنا هذا في هذا، وصلنا هالشارع،
الشارع. انا مو بالعكس، بالعكس انا مصيبة. اوصل هذا الشارع في اي شارع؟ في خلى فوق الارض، يمكن ابو امتد، يمكن هذا الشارع في هذا الشارع، وهذا الشارع طلع من الشارع ارتفاع 12، بعد توصل في اي شارع؟ توصل في هذا الشارع، يعني هذا ما ينفع يتوصل هني، هذا نظريا المفروض ما يكون هني، خلاص المفروض هذا يكون هني، والمفروض يكون بالعكس. انا بخبركم ليش الناس يوم تطلع تاخذ لفة الحين بتنزل بالعكس، عشان ما يتداقون في الزحمة، لانهم اذا ضاربوا في الزحمة مصيبة. انا ما بطول عليكم الحلقة لاني طولتها اصلا، ما بطولها اكثر، بس ابى الناس تنزل هني هني شارع العام. لا بطول الدرب، ليش بطول الدرب؟ اشكركم على السؤال، يعني على اساس ان الزحمة يوم التي ما توقف في نص الدوار، ما بس الزحمة تنشب حق منو؟ حق الدوار. وهذا يدخله للدوار، وهذا اللي بيطلع دايركت المسافرون، ما حد بيطلع من هنا. خلاص خلنا نشوف الزحمة الحين، خلنا الحين نشوف الزحمة. ابى الزحمة اللي هنا تخف شوي، لان زحمة الصراحة عالمية، مستقين للهايوي. اشوف الفرق اللي استوى، لا فرق جميل، استوى عندهم يوتيرن. بس الحين المشكلة الوحيدة اللي جايين من الطرف الثاني، وين بيدخلون المدينة؟ هاي مشكلة ثانية. بس الحين اوكي، عنا الحل هذا موجود، هذا الحل على الاقل موجود عندنا، حل حق شيء. ممكن اوصله بطريقة ثانية، بس هذا الحل الحالي. اذا بغيت امد المنطقة بعد اروم امد المنطقة، مشكلة وحاطنا عازل الصوت. المهم ما بطول عليكم الحلقة اكثر، ما حلقة اصلا طولت اكثر من المفروض انها تطور 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 تطول. خلنا نحق هذا، يبقى له شارع مترو ستيشن. خربت انا، خربت المترو ستيشن مالي. انا ايش سويت؟ لحظة، اوكي، بس مفروض الصراحة يكون اكبر الشارع، مش عيب ان الشارع صغير، بس مرة مطورة. بس على الاقل اشتغل، اشتغل المترو ستيشن من غير ما اي بليد. فنشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. هذا توصيل المدن، سوينا توصيل كبير للمدن هالمرة، شوف حلينا أزمة عالمية كانت هني. الحين عندنا أزمة ضخمة، أزمة ضخمة موجودة من النفق هذا، بس بنحصل لها حل. شوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، نعيبتكم الحلقة طبعا، لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على خير.